ما أريد أن أقرأ عليكم تاريخا كنت عن نفسي وعن أخوانا هذا الكتاب. قال ابن القيم بعد ذكر الحديث عائشة هذا قال ابن القيم في زاد المعاد: إما أن يقال عائشة أثبتت وجابر نفى والمسلم مقدم مقدم على الناس، أو يقال مراد جابر من قرن مع النبي صلى الله عليه وسلم وساق العدل. وفاق الهدى الى غير الذي ذكرت معه اي قال مراد جابر من قرن مع النبي صلى الله عليه وسلم وفاق الهدى كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي وذوي الأشعث، فانهم انما سعوا سعيا واحدا وليس المراد به عموم الصحابة او على كلام او يعلل حديث عائشة لأن قولها فطاف إلى آخره في الحديث مدرج أو في إسلامه هذا أنت بما أنت سمع به ولكن لنا جواب عليه. قال مدرج من قول الشام وهذه ثلاث طرق للناس في حديثها والله أعلم. وعلى كلام أمير خلال عنده لم يستطيع الخروج من هذا ما يفعل ذلك لا حال له ذلك إلا الله. ثلاث زجمات قلت والطريق الأخير منها ضعيف. يزعم أن قول السيدة عائشة فطاف إلى آخره مدرج من قول الشافعي. ليس مثلا قلت والطريق الأخير منها ضعيف لأن تخطئة الثقة بدون حجة لا تجوز لا سيما إذا كان مثل هشام. ثم استدركت فقلت ليس في طريق الحديث هشام لأنه من رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عنها، فهذا إسناد غاية في الصحة فمن أين نجاه؟ فإما من الخطر والإدراج الحديث من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عنها. ثم وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية قال في مناسك الحج حسنة وقد روي في حديث عائشة أنهما طافوا مرتين ولكن هذه الزيادة قيل إنها من قول الزهري لا من قول عائشة، والزهري جبل في الحفظ فكيف يخطأ بمجرد قيل؟ وأزيد الآن في هذه الساعة فأقول فمن العزيز أن يعتمد على ذلك ابن تيمية يعتمد على قيل هو قيل نعم فيرد به حديث عائشة فيقول وقد احتج بها أفلام الزيادة بعضهم على أنه يستحب طوافان بالبيت وهذا ضعيف والأمر ما في حديث جابر ويؤيده قوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قلت حديث عائشة صحيح لا شك فيه وما أغل به لا يشمس سيرته كما عرفت ومما يؤكد ذلك شيئان: الأول أنه طريقا أخرى في الموطأ رقم كذا عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن أبيه هذا إسناد أيضا صحيح جدا هو الإسناد بن شهاب عن عروة وهذا إسناد صحيح أيضا فالجبل ثبوتا، والآخر أن له شاهدا صريحا صحيحا من عباس أنه سئل عن مدة الحج فقال: أهل المهاجرون إلى أنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فقال: طفنا بالبيت والمصطفى والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية الصلاة أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت والمصطفى والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي. هذا نص صريح جدا في صلاة الصيف. أخرجه البخاري تعليقا مجزوما ورواه مسلم خارج صحيحه موصولا، وكذا الإسماعيلي في مستخرجه ومن طريق البيهقي في سننه
السجل كذا قطع كذا وإسناده صحيح رجاله رجال صحيح. فهذا كله يؤكد مطلان دعوة إبراهيم في حديث عائشة رضي الله عنها ويؤيد أنها حفظت ما لم يحفظ نادرا رضي الله عنه ويدل على أن المتمتع لا بد له من الطواف مرة أخرى بين الصفا والمروة. وفي حديث ابن عباس فائدة أخرى عامة جدا وهي أن من فعل ذلك فقد تم حجه ومفهومه أن من لم يفعل ذلك لم يتم حجه. فهذا لم يدل على أنه ركن فلا أقل من أن يدل على الوجوب فكيف الاستعمال. وأما تأييد شيخ الإسلام ما ذهب إليه من عدم المشروعية بقوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمى في الحجم المهمة فلا يخفى ضعفه بعدما سلف الامر به من النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فاعود فاقول اجبنا عن تمتع الوالد لانه ينبغي ان يحمل على العنان على هذا الجزء من جيد جمع من انا ما اردت ان اكمل انما قصدت في هذه العاده ان اربط في شيء جديد. فإذا أقول ما هو النص الذي استمدت إليه أن جابر رضي الله عنه كان متمتعا؟